عايشة، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي. الحمد لله. اولا طبعا تسلم ايدك على كل اللي بتعمله. ربنا يخليك يا رنا. شايفة انا معلش ما شفتش الحلقة بتاعت امبارح، كانت طبعا بخصوص الفطير صح؟ مظبوط مظبوط. طب ممكن معلش تنزلي المقادير بتاعت الفطير تاني؟ عينيا الاتنين. حاضر، بس كده؟ ربنا يخليك. طيب تسلم ايدك على كل حاجة. تانية رنا تحبي تسألي عليها؟ طيب لا ميرسي، ربنا يخليك. انا بس كنت عايزة المقادير، فيا ريت حضرتك تنزلها لي على طول. حاضر عينيا الاتنين. رنا انت بتعملي دايت ولا بتعمليش دايت؟ بعمل كتير قوي. طيب يلا، تابعيني النهارده موضوع الدايت ده، هتشوفي ايه رايك فيه. على فكره انا بعمل الدايت مش عشان اخس، انا بعمل الدايت علشان الواحد يحافظ على صحته ويبقى دايما ماشي على نظام اكل صحي. انا شخصيا نفس الراي ده بعمله بصراحه، فدي حاجه كويسه جدا. حساسين يعني؟ صح كده. ماشي، شكرا جدا لاتصالك يا رنا، والمقادير حاضر تنزل لك على الشاشه وهي سهله جدا بسيطه خالص. شكرا لاتصالك جدا. بقلب عندي هنا الفراخ، وابدا عندي هنا خلاص البصلايه بتاعتي اتحمرت شويه، ابدا انزل عندي هنا فلفل الوان كده، وابدا اشوحه تشويحه كويسه ياخد الطعم بتاع البصل والثوم كده. وعندي كمان هنا البروكلي، انا مش عايز اسويها كلها تسويه كامله وتبقى حاسس ان هي ما فيهاش اي فايده صحيه. البروكلي ده يا جماعه صحيا هو مفيد جدا طبعا لكذا فايده، ما هياش فايده واحده. فطبعا لو احنا خدنا بالنا شويه من انواع الخضروات دي هتختلف كتير جدا في الطعم، وطبعا متوفر وسعره رخيص ما هياش غالي. اقلب عند الفراخ بدات تحمر معايا كده، ابدا اديها كمان عندي شعر بابريكا كده، وابدا عندي برضو نديها الاعشاب المتوفر عندي في البيت، اسكان زعتر او روزماري او اي نوع من الاعشاب كده. وعندي برضو هنا اكل الجبل برضو كويس جدا مع اي انواع لحوم، واقلبها تقليبه كويس قوي ما فيهاش اي صعوبه خالص كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والناحيه الثانيه عندي هنا تمام الدنيا كويسه، اديها برضو شعره فلفل اسود بسيطه كده. ولو انا مش عايز اعملها دايت، او انا شايف ان انا الزيت مش كويس معايا في الدايت، لو انا غير الدايت طبعا اخليها بالزبده بتبقى كويسه قوي. اقلبها كده كويس، مش محتاجه حاجه اكتر من كده، اسحبها من على النار واخلص بقيه تسويتي، وبعد كده اضيف الاثنين مع بعض بشكل بسيط جدا، ولا محتاجه اي حاجه ولا ما فيها صعوبه خالص كده. بالظبط كده، نبدا ننزل كده مع بعض هنا كده، نقلبها تقليبه كويسه. الشوربه عندي نرجعها تاني كده على النار، ونبدا ننزل برده ببسيط كده بمقاديرها. هنقول مع بعض مقادير الشوربه. سهله جدا، شوربه بجيب الاول بصله مفرومه، ده اساسيات اي نوع شوربه، بصل مفروم. وعندي كمان كرات، الكرات برضو اقطعها اي تقطيع اي كانت ايه. وعندي معلقه نشا دي بدوبها في كوبايه في معلقتين ميه او ثلاث معالق ميه عشان تربط معايا شويه الشوربه بتاعتي. وعندي كمان لتر مرقه كنور، وعندي ملح، وعندي فلفل، وعندي 150 جرام اللي هو الذره الاصفر. الذره الاصفر ممكن اجيبه من كذا طريقه، بيتباع في السوبر ماركت، لو انا ما بحبوش من السوبر ماركت فانا ممكن اجيب الذره دوت لو هو فريش واقطعه كويس، وممكن اديله نص سلقه يبقى كويس معايا، وممكن لو ما مش عايز اسلقه ما عنديش مانع خالص انزله زي ما هو فريش. انزل عندي بالكرات، واضيف كمان معاه معلقتين بصل، دي اساسيات الشوربه بتاعت اي شوربه خالص تبقى ليها طعم كويس. عندي هنا برده ممكن احط ميه، ولكن انا احط عندي مرقه على النشا برده بدل الميه، واقلبها تقليبه كويسه واسيبها عندي اللزوب، ابدا انزل بيها عشان تربط معايا الشوربه بتاعتي. سهله جدا وبسيطه. ام عمرو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله، فضل وعدل والله. متشكرين والله على اكلاتك الحلوه دي، ده من ذوق حضرتك بس يا فندم. الله يبارك فيك يا رب ويحميك. ربنا يخليك يا فندم. بسالم والله عن مربه اللارنج. اللارنج عايزه مقاديرها والطريقه لو سمحت. عينيا الاثنين وام عمرو. الله يخليك. عينيا حاضر. حاجه ثانيه يا ام عمرو؟ والله متشكرين جدا والله، انا ربنا يحميك لشباب مصر، والله حاجه تشرف بصراحه. ده من ذوق حضرتك بس يا ام عمرو، ربنا يخليك لذوق حضرتك. الله يخليك. شكرا جدا ليك، وجبت مقادير اللارنج حاضر، وجبت لك حاضر كامله. شكرا ليكي جدا. طيب بالمناسبه صحيح للسؤال، انا كان عندي في سؤالين، انا اسف جدا طبعا اعتذار ان انا ما ردتش عليهم. كان عندي البط بالبرتقال امبارح، وعندي المينيه، الاثنين هينزلوا برده على الشاشه مع بعض، ناخد بالنا شويه من المقادير بتاعتهم. عندي هنا كده انا كده حطيت كل المكونات بتاعتي كلها، الفراخ بقت مشويه معايا بشكل بسيط جدا وسهل قوي، والخضار كمان خد تسويته كده، انا ضامن مليون بالميه ان الاثنين خدوا تسويه واحده. شدي هنا النار على نار هاديه، واجيب عند الشوربه ابدا اعملها بشكل بسيط. شايفين يا جماعه الكرات مع البصل هيديني ريحه مختلفه خالص. طبعا النشا والميه ده هنزله، او النشا والمرقه هنزله في وقت اللزوم، نقلبه تقليبه كويسه كده. وعندي هنا ده انا شايف عندي الفطير هنا نازل على الشاشه، نسيبه شويه طبعا عشان كل الساده المشاهدين ياخدوا المقادير براحتهم، وبعدها ننزل بمقادير الصبغ.
اقلبها عندي كده تقليبه واسيبها عندي خلاص كده. دي خلاص خلصت. لو انا هضيف عليها حاجه تانية ما عنديش مانع، لو انا شايف ان انا المقادير هنا كافيه برضو ما عنديش مانع. انا الشوربه عندي هنا اهم شيء عندي اقلب كويس قوي واخد سوتيه كويس بمعنى كلمه الكرات والبصل. ليه؟ عشان اساسيات الشوربه في نكهه السوتيه. يعني لو انا حطيت كل حاجه على بعضيها او حطيت ني في ني زي ما بيقولوا ما عملتش حاجه جديده وما عملتش حاجه تديني طعم كأنا بعمل شوربه. فلازم الحاجه تاخد ريحتها كويس. ولو انا عايز اضيف عليها ورقه لورو برده ما عنديش مانع، اضيف عليها اعشاب. كل الحاجات دي والله يا جماعه كويسه جدا وصحيه، والحبهان والمستكه. لازم نستغل كل حاجه عندنا في البيت او عند العطار. مش شرط اني اروح السوبر ماركت ادفع لي 50 60 جنيه عشان اجيب حبه معلبات او اجيب مش عارف ايه. طبعا في ناس بتجيب وده مش وحش، ولكن احنا بنتكلم الحاجه اللي تكون في متناول الجميع. يعني لو دخلت عند العطار، ناس كتير جدا صحيح بالمناسبه سالتني على موضوع التوابل، حتى على الفيسبوك بيسالوني كتير، ووضحتها اكتر من مره ولكن نتكلم فيها 20 مره. انا بروح عند العطار بقول له انا عايز كل التوابل اللي عندك. طبعا هيقول لي التوابل ايه اللي عندك؟ عايز فلفل اسود وعايز ملح وعايز كمان ورق لور وعايز حبهان وعايز قرفه وعايز ديمجلاس. كل التوابل اللي عنده كلها اللي بتخص المطبخ مش هتكلفني 50 60 جنيه، ده عن تجربه طبعا انا جبتها، وبكميات حسب الاستخدام. لو انا بطبخ كل يوم طبخه بتكفي 5 اشخاص غالبا ممكن تقعد معايا ما شاء الله شهرين ثلاثه. لو بطبخ كل يوم طبخه تكفي اكتر من كده الموضوع هيختلف شويه. بقلب عندي كده وابدا عندي دلوقتي كمان اصفي الذره. انا جايب الذره ده علب مش جايبه فريش، ولكن انا مش عايز احط الميه بتاعته، هبدا اصفيها بس كده. الميه دي ما هياش وحشه، ولكن هي بتحافظ طبعا على الذره، ولكن برضو انا احب اسيبها جواها كده عشان تبقى حافظه الذره الاصفر. اخده معايا تشويحه كده كويسه. انا لحد دلوقتي ما عملتش حاجه خالص غير ان حطينا الزيت وحطينا البصل وحطينا كمان الكرات، ولو عايز احط كرفس برده ما عنديش اي مانع خالص. بسيط خالص كده واقلبها تقليبه كويسه قوي. النشا هبدا دلوقتي بعد ما تسخن شويه الذره مع بقيه المقادير هبدا انزل بالنشا عشان خاطر هو ده ماده الرط بتاعتي، وبعد كده ابدا اضيف بقيه المرقه بتاعتي. اقلبها تقليبه كويسه كده. برضو نراجع مع بعض تاني على الشوربه. الشوربه قلنا كرات وقلنا بصل وقلنا كمان معلقه النشا طبعا دوبناها خلاص، وعندنا كمان الملح والفلفل والذره فقط لا غير، ما فيهاش اي حاجه من الصعوبه. شايفين بالشكل دوت كده. تاخد شتيه كويس وابدا احط عليها النشا. اطلع فاصل صغير ونرجع نشوف اخبار اكلتنا. واحده استوت والتانيه على وشك والتالته جايه هي والرابعه في السكه. ما يختلفش على الاثنين. نور فاين فودز، المرأة رقم واحد في مصر والعالم. نور فاين فودز. زيت ريزي، زيت نخالة الرز، زيت ريزي، حماية لكل بيت. غدوة وعشوة وبالاتنين حسن والحسين، ما يختلفش على زيت نخالة الرز الوحيد الملائم لكل أنواع أكلك، لأنه بيحتوي على مضادات الأكسدة ومجموعة الفيتامينات. زيت ريزي ممكن تقلبيه لحد 17 مرة. زيت ريزي، حماية لكل بيت. لحشون أصله مضمون الحسن والحسين، طعم ما يختلفش على الاثنين. نور فاين فودز، المرأة رقم واحد في مصر والعالم. نور فاين فودز. زيت ريزي، زيت نخالة الرز، زيت ريزي، حماية لكل بيت.